مش يعني مثل ما تقولين حاط في خاطري، بالعكس هلا هم معذورين لان احنا خلاص يعني خلاص يعني لو بتشتد المنافسه. انت حيكون جورج او مش جورج، حيكون مودي لو مش مودي حتكون جوسلين، انتوا اربعه اثنين منكم حيطلعوا مني زي ما احنا الموديل، كل واحد على شغله. انا لك انزل على مال في البرايم، انا اخذته اقل واحد مع انه فستان مالي كان كثير كان حلو. شو بدي اعمل لهم يعني؟ خلاص انت اللي يهم هو انك تركز تجيب فكره يعني كثير في الموضوع، حاجه اوريجينال يعني مش حاجه سامبل يعني تشتغل فيها كثير 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 كثير. فكر لك فكره، حصلت فكره تقريبا الحين فكرة كتير مهضومة، فكر في أكسسوارات وفي حاجات اللي يزيدوا يعني من غير التوبو، لأن هالموضوع فيه كتير أكسسوار، فهمت؟ القصة لازم انك تفكر في، فهمت عليك. نزل الهام على محمد عصمت خوفاً من أنه ينفذ محمد مبارك نفس الفكرة، والمشكلة الأكبر كيف بده يتأكد من الموضوع. لا مش عارف ايش هيعملها ولا لا، حاولي انا مش عايزه اقول يعني احس ما تركزيش على انتباهي خلاص. انا قلت له الفكره حبها بس مش عارفه تعملها بالضبط، قلت له يعمل لي يعني انا ادخل حمشي لهم اول شيء عادي ولا حاجه علاقه بالسوبر وومن، وبعدين اخلع علينا لبسه وحيكون حاجه غير تماما. واو بس نفس الفكره. قلت له السنة الجاية حعمل ديزاينر، انا حكون ديزاينر مش مود. السنة الجاية تدخل ميشن فاشن ديزاينر. شيخة تنكات لو بيفكر بس. مش عارف. هو حتى لو تخيل مثلا جات الناس بتاعت المواضيع وقالت لكم اعملوا لي ان اول باساج الموديل لما يفوت لبسة عادي كلكم مع بعض، ولما تصلح تكون سوبر وومن ولا حد حيعمل زي التاني. ولكن إذا كانت نفس الفكرة لا بس نفس الفكرة مش نفسها. لو قالوا لي أصلا دلوقتي بيقعدوا يدققوا مين أشد من مين ومش عارف بس لو اتكلموا معلش يعني أنا هقول لهم أنت فكرتك يعني أنت فكرتي قدام جورج وقدام ميرفت وأنت اللي قلتيها لمحمد معلش أنا هقول كده. أنا اللي أخذتها منكم؟ لا زعما أنت هي اللي ديس زعما سي طون إيدي ماشي. أنا هقول كده لو هم المرة اللي فاتت بروش بس بروش لما اتحط كده كلموني انا ومرفت ما بالك فكره زي دي، فهقول لهم سوري دي فكرتي قدام جورج. لا البوش على البوش. اللي انا كنت حاطه لدينا ومرفت كانت حاطه لجيهان كلموا عليه قالوا لي مين عنده بروش. روشن بروش البغاش. الالماز اللي كان على السكارف. وي في روشن في روشن. مين اخده من مين؟ ريال قالت لنا قالت لنا مين اخده من مين؟ المرة دي لو سالوا معلش انا هقول قدام ميرفت وجورج هم عارفين انت فكرتي اساسا، هقول ان هي كانت فكرتك لوحدك وانت قايلها لمحمد صح ولا غلط؟ هقول كده مش فكره محمد معلش. وبيبقى الحل الافضل بالنسبه لمودي التوجه بالسؤال مباشره الى زميله محمد مبارك حول فكرته، بعد البريك باي طريقه رح يساله.